الشكل هنا الفرق بين البلاتينيوم والبريميوم 4 خطوط 1 2 3 4 وفي تعامل الجنط برضو يفرق هذا جنط البلاتينيوم وهذا جنط البريميوم هذا من الخارج من الداخل عندك تقريبا ثلاث نقاط اول شيء نوعيه الجلد اللي موجود في البلاتينيوم كل الجلد طبيعي اللي في البلاتينيوم واللي في البريميوم بس اللي في البلاتينيوم اجود انواع الجلد الجلد والخشب برضو اجود انواع الجلد واجود انواع الخشب اللون الداخلي يجي توفي اوكي يجي برضو فيه مساج كراسي امامية ويجي فيه شاشات دي في تي اضافية اللي موجودة هنا في التكاية اوكي هذا البلاتينيوم هذا فرق على البريميوم يجي داخلية جملي والارضية السوداء لاحظة هناك شفتوه في كامل صح اوكي والسقف اي كله كامل تقريبا نفس اللون اخف شوي الشموع اللي هناك هنا لا تقريبا في عندك ثلاث الوان اسود جملي والسقف حلو ومراتب منفصلة بالبلاتينيوم البلاتينيوم والبريميوم كلها مراتب مفصولة ومتصلة على حسب الطلب يعني موجودة في الاثنين ما هي حكرا على البلاتينيوم بس انا قلت لك شبك جم نوع الجلد ونوع الخشب اللون الداخلي توفي مساج كراسي امامية حلو والشاشات دي في دي اضافية حلو والجم اي نعم يعطيك العافية هذا يا طويل العمر كادلك بلاتينيوم اعلى فئة 2016 بلاتينيوم سعره 363 ألف راح أقرأ لكم المواصفات المسجلة 8 سلندر ماكينة 6.2 لتر 420 حصان الجير 8 سرعات نظام التعليق الخلفي نوابض لوبية بخمس وصلات مع محور تماثل خلفي متين قابل للغلق اوتوماتيكيا ترس تفاضلي جي 80 علبة تبديل سرعات تدار مفتاح بسرعة واحدة طرازات الدفع الرباعي العجلات بتسع أضلاع باللون الفضي قصدهم الشكل حق هذا وعندك المقاس الجنط 22 ونظام اللي هو نظام الراحة نظام CUE وحدة تتحكم بالوساطة الإعلامية والاتصال الملاحة شاشة بألوان مقاسة 8 إنش ميزة التحرف ميزة عندك ميزة التحرف على صوت الطبيعي وحدة تتحكم خماسية الأزرار على عدة القيادة القيام بالمهام الرئيسية نظام بوس 16 سماعة خدمة بلوتوث الهاتف ونظام صوتي 5 منافذ USB وعندك الإضافة فتحة بطاقة الذاكرة وفتحة AUX وخمس مقابس كهربائية ومدخل للشريحة اللي هو SD إضافي ومقبس كهربائي يعمل بفرق جهدي 230 فولت شفرات إضافية لتصميم الشبك الأمامي الداخل مصنوع الجلد من جلد نابا توسكان مع مقعد مساج السائق وشاشة مزدوجة معلقة على ظهر الصف الأمامي شاشات على المراتب وعندك طول العمر الخدمة طبعا الصيانة 4 سنوات و 100,000 كيلومتر والتحكم بالقيادة تحكم مغناطيسي بالقيادة نظام التوازن التحكم الإلكتروني بالثبات وعندك نظام التوازن التحكم الإلكتروني بالثبات نظام توجيه كهربائي متكيف مع السرعة بدعم متغير بالمسنن والبنيوم ما أدري وش مكتوب هذه ونظام الإلكتروني يتحكم بالمقود نظام فرامل قرصية مانع الإغلاق ABS على العجلات الأربعة السلامة والأمان 7 إرباقات نظام المساعدة على ركن السيارة من الأمام والخلف كاميرا للرؤية الخلفية مساحات متحسسة للأمطار نظام حساس كفر حساس هواء كفرات ونظام الحماية من السرقة سعره 363,000 أربع حساسات قدام وعدسات عندك 5 هنا الجنب 22 يصير فيه البنزين
ماكينة 6.2 الجلد بني من بان نبانة. في مساج الكرسي حق السواق بس. ما شاء الله تبارك الله. صراحة فخامة من داخل. اللون روعة. عندك هنا الانوار، هذا زر التحكم بالشاشة. خلي شوي جيب كم مفتاح ان شاء الله شغل الشاشة. عندك هنا هذا التخشيب كامل، وفي فتحة اليو اس بي هنا. هذا بلاتينيوم يعتبر اعلى بالكادلك سكلت. هذا الشاشة ديجيتال. عندك هنا هذا حقة تبريد، وفي فتحتين يو اس بي، وعندك فتحة حقة مدخل ولاعة. مراتب منفصلة، عندك المراتب منفصلة اليورا، السقف شموة، وعندك هنا اللي هو فتحات هنا الأزرار. شاشات صغيرة عندي في دي. الدواس هذا تنفتح الكتروني. المساج شكله سواق وراكب يمين غلطان. شاشة سقف دي في دي، هذه فتحة. طيب عندنا الحين هذه الفئة تعتبر أقل فئة بالسكلت اللي هي بريمو. الجنط يختلف، الشبك أقل، فتحات شكل كروم، وعندك ما في شاشات بالخلف، وراح نذكر لكم باقي التفاصيل. هذا ما في شاشات ولا في مساج، والجنط أتوقع 20، الجنط 22 الجنط. كراسي كهرب بدون مساج، سعره 320. في بعض النواقص داخلية، السقف يختلف عن البلاتينيو. هذا قماش، هذاك مخمل، هذاك شموة. هذه الداخلية عندك.
سعره 320 هذا. نمرات متصلة بلاتينيوم شو اسمه بلاتينيوم نمرات منفصلة. وعندك هذه داخلية المحرك والجير وكلش نفس كل شيء الا يفرق المراتب من هذه متصله وبدون تسخين وتبريد للسواق والراكب. والجنط يختلف هذا عندك هذا اللي هو بلاتيني ما على شيء. ٢٠١٦ طبعا الكترونية بعد. صورناها هذا بريمو 318 نفس اللي قبل شوي صورناه بس اللون يختلف. وهذا بلاتينيوم ابيض كريستال سعره 365. طبعا الالوان تختلف الاسعار تختلف على حسب اللون اللي هو بلاتينيوم. قرينا لكم مواصفات هذا بالضبط سعره 2016 سعره 365 الفضي 363. توقع اغلى لون عندهم الكريستال هذا الابيض. عندك هنا الشمعات 1 2 3 4 5 ثلاث شمعات. هذا نفس تخلية الفضي صورنا لكم قبل. شموة فخامة ما شاء الله تبارك الله فخامة. بس عندي اللكسز أفخم وش رأيكم من داخل؟ أحس اللكسز أفخم من قدام. هنا السقف والمراتب الخلفية ممكن أفضل من اللكسز. هذا اقل فئه بعد 318 هذا اللي اقل فئه نفس الاحمر اللي صورناه. في عندهم فئتين اللي هو بلاتينيوم والبريمو هذا 2015 بريمو. هذا خل نشوف كم مديره هذا 2016 وهذا 2015 نفس داخلية الأحمر هذا. هذا بلاتينيوم صورناه